تاني يا قلبي. شش. لا ما هو ده اللي هيضيع الحرقان. اسمعي مني بس، يلا عشان خاطري بقى. بصي بصي من ده عليكي، يلا بقى. ها يلا شط واحد برضه زي اللي فات. يلا ها يلا. لا استنى، ده ما بتشربش كده. الاولاني يتشرب كده بالظبط، انما التاني شرب كده. يلا ها كملي كملي كملي. خلاص 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 يلا 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 يلا. لا لا مش قادرة. ليه بس؟ ايه رأيك؟ حسنا. ايوه انت دماغك خفيفة قوي. مش تشربي خالص؟ ايه؟ ايه؟ ها؟ فين شنطتي؟ فين ايه؟ شنطتي دي البداية. تمام. الشنطة بتاعتي يا طارق. مش عارف. ايه؟ على مهل. على مهلك، على مهل. على مهل. ايه؟ الشنطة يا طارق. ايه؟ الشنطة. طيب، على مهل. الشنطة بتاعتي. على مهل. انت تقفل البتاع ده بس، اوعى يكون اللي في بالي. الله يخرب بيت يا عم الليله. ليله ناديه تعالى. على مهل على مهل. طب يلا امشي كده امشي كده امشي كده. ايه طب تعالى تعالى تعالى. حزم حزم. على مهل تعالى. انا عايزه الشنطه. ايوه ما هي الشنطه ما جو. تعالى تعالى. طيب حزم حزم. تروح فين؟ هجيب الشنطه. الشنطه موجوده 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 موجوده. تعالى. بتهرب مني ليه؟ مش بتهرب ولا حاجة. أمال بقالك كذا يوم ما بتجيش الجامعة، ولما بتصل بيك ما بتردش عليا. عادي مشغول شوية يعني. هو أنت بتتكلم معايا كده ليه يا طارق؟ عادي أنا. في حاجة؟ لا مش عادي. مش دي الطريقة اللي أنا متعودة عليها منك. أنت عايزة إيه؟ عايزة إيه؟ عايزاك تصلح غلطتك وتتجوزني. غلطة؟ غلطة إيه؟ اللي حصل ده كله كان بمزاجك وبرضاكي. على فكره انا اساسا ما كانش ليا مزاج، انت اللي غصبت عليا. انا عملت كده؟ ايوه لان كنت منونه على الاخر. يبقى انت السبب، انت اللي خليتني اشرب خمر وانا اصلا ما بشربش. يا سلام، وانت دماغي خفيفه، بتشربي ليه؟ عشان انت غصبت عليا يا طار. انا غصبت عليكي كاس نبسط شويه نفرفش. وبعدين يا ناديه في ايه؟ انت مكبره الموضوع ليه يا حبيبتي كده؟ على فكره اللي حصل ده سهل حاجات كتير قوي ما بيننا. احنا ممكن نبسط انا وانت في الخباثه من غير ما حد يحس. هو انت فاكرني ايه؟ خلاص تيجي نضرب ورقتين عرفي ونبقى في الحلال اهو. انت بتهزر صح؟ طب بص انا قلت لك كل الحلول، عاجبك تمام، مش عاجبك يبقى كل حي فينا بقى روح لحاله. انت اسفل واحد شفته. اتجننتي ولا ايه؟ ركزي احنا في الجامعه. اه اتجننت، اتجننت يوم ما وثقت في واحد زيك. بقى كل ده يطلع منك انت يا ناديه؟ استغربيش قوي كده بس. بقى في اليومين دول خلاص ما بقاش ليهم امان. لا حاسب مش كل البنات. يا سلام ده ايه الثقه دي كلها؟ امال ايه يا ابني؟ انت فاكرني زيها؟ ده انا بنت ناس ومتربيه. طب يا بنت الناس المتربيه انا عندي محاضره ويا دوب اروح الحقها بعد اذنك. اخيرا جيتي على حجري يا ناديه. اما وريتك مبقاش انا نهر. يا نادية قولي لي يا نادية، هي اخبار العين السخنة ايه؟ مش فاهمة، وضحي كلامك.
اصل انا سمعت انك اتبسطت هناك قوي، وخصوصا في الشاليه بتاع طارق. يجنن صح؟ قصدك ايه يا نهى؟ قصدي انت فاهمه كويس قوي، وبعدين دلوقتي ما بقاش في حاجه بتستخبى. حاجه ايه؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ما تتعصبيش قوي كده، وسيبك بقى من دور الادب والاخلاق اللي انت عايشه فيه ده، خلاص ما بقاش يليق عليكي. انت قللت الادب وعايزه تشوهي سمعتي وخلاص. طب ايه رايك بقى ان انا هقول لاخوكي على كل حاجه، وشوفي بقى لما يعرف ممكن يعمل فيكي ايه. مش هتقدري تثبتي حاجه. خلاص انا هتصل بيه واقول له، هو بقى ياخدك يكشف عليكي، وساعتها يشوف كلام مين فينا الصح، انا ولا انت. انت احقر انسان انا شفتها في حياتي. وانا مش هرد عليكي بعد اذنك يا مدام.